الشرطة بتلسنا من قبل السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة وكذلك السيد عامل رفيق الأمنية بمختلف مصالحها عبر تراب المملكة خدمة للوطن والمواطنين. وفي إطار تقريب المرفق الأمني للمواطنين خدمة لهذا البلد الأمين. إذن اليوم الانطلاقة الرسمية لمفوضية الشرطة بتلسنا بمختلف مرافقها. قوات مساعدة ووقاية مدنية خدمة للوطن والمواطنين تحت القيادة السديدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إذن مراسيم تمرير المهام بين الدرك الملكي والأمن الوطني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.